حرام ان انا دخلت الحديقه اول مره في حياتي اخذ هذا الغثه. ما قد بسرش اسد عاد انا غير وصلت قد بيقول لي بسلي 500 والاسد الذي جنبي بيقول لي امان معك الرعاصي طابح من ارواحهم. الاسود حق العالم بياكلوا المليح الغنمي البقري العجل تمام. وعندنا بتولي بفك بفك ما حبش معاه سناء. انا ما قبسرش اسد بتولي هلا المضيد اللي هذي بتولي هلا الغر مضيد وشربه يرحم الله. قال لي اتيلي 500 يا الاسد قال لي اتيلي 500 يا خلق الله اهتموا بهم اهتموا بهم ماشي خليتهم يروحوا لهم. انا واحد من الاسود بيحاكيني قال شوف يا اسد احمد يا اهتموا بنا يا خلونا نتوكل يعني الرحله خلاص. هذا الاسد والله العظيم قد انا غادي على قال قد باع على ده باع غرفه النوم كان معي هو اللي ابوه غرفه النوم باع تمام معول خرج ما زاد رجعش تمام. ما بتصلبهم الا يعني زي ما تقول ثاني يوم ثالث يوم كانه بيشتغل مع واحد ورشه بيسبر عادي يطلب الله ما بش فيها شيء يا رحمتها والله انه يا رحمتها. انا ما قبسرش اسد مقمل الله انا اما حد بقى اسد ثاني هذا اصلع قال لك من السمرات واصل قلب دكوا سمرت هنا تفسير غير هذا من بعد الساعه 9 الليل فحاشي هو اللي ابوه ومجابره ما وتف بنا ما جاب لنا هنا قد احنا ما لنا شيء. سيروا سيروا بسيروا الحيوانات الذي في العالم بكله اسد من هنا الله هناك هذا اسد يرحم الله ما يقدرش حتى يحمل ما قد بسرش اسد مثلا يقولوا له فكوني يا سير اشرك ازير اشرك لي لحمان لا لا وانا رجعوا تموا بالحديقه يعني متنفس مع عبد الله ذيل المتنفس الذي بيجوا الناس اليمنيين اهتموا به. اما انا هذا اسد ما قد بسرش انا اسد يقول ميو ولا ذي قد فقد الذاكره ما قدرش يفاز قد بيقول ميو ترب على راسه قد بيقول ميو ميو بيدور ما ياكل اي حاجه ياكل والله تيل الله اصلا ياكل لا حول ولا قوه الا بالله ترفع اللقطه خلاص قطع حكيناهم ان شاء الله يهتموا بك من غضوه يشيلوا لك دجاج لا حول ولا قوه ودرن ما يتحاكاش